بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نجرب نقدم مقطع غير مبرمج، مثل كل مرة، مثل كل المحاضرات، كأول تجربة للتصوير بكاميرا احترافية، والفضل لابني رام بالموضوع. هو راح يكون مشرف على كثير من المقاطع. اليوم حابب أحكي عن أهمية الكلام اللطيف البعيد عن العنف، غير الجارح، غير المؤذي، الكلام اللي فيه تشجيع للآخرين، فيه حث للهمم، لعزائم النفوس، لعل يصير فيه تفتحات بالوعي أكثر من محدودية الدماغ البشري اللي ما عم نشتغل فيه أكثر من 3-5%. الكلمة تعتبر سلاح كبير كثير، بتقوم على الكلمة حرب دول، على الكلمة بتقوم مشاكل بين أفراد، ممتلكات بتنهار، علاقات أسرية بتنهار، نفوس ربما تقتل نتيجة كلمة. فأيهما أفضل، جرح بسيف أم جرح من كلمة؟ الحقيقة جرح السيف يمكن أن يشفى، وجرح الكلام لا يمكن شفاؤه. السبب بطبيعة تكوين الإنسان. احنا منقول الانسان، ما منقول فقط جسد، منقول الانسان عبارة عن عدة مقامات. فقط بدي احكي عن المقام الثاني اللي هو يعتبر مقام صار فيزيائي للعارفين، للعلماء، اللي هو الجسم الاثيري اي الكهرومغناطيسي. ذبذبي، ذبذبي الى علاقة بالصوت، الصوت ايضا ذبذبي موجي، فالكلمة عم تخترق الأثير الفردي، عم تعمل جرح طاقي سيستمر بالنزف إلى أن يرمم بيد أخصائي. ما بدي بهذا المقطع من الفيديو أحكي عن مقامات أعمق بالإنسان، عم بيكون أحيانا الجرح أعمق فبيحتاج خبرة أدق. من هنا كان لسانك حصانك، إن صنته صانك، ولسانك أسدك، إن حرسته حرسك. فمن فك كفه وكف فكه يقترب من أن نسميه بالإنسان. الكلام الصادر منا نحن من نسأل عنه، وحتما سيرتد علينا سوء كلامنا اللي عم نطلقه بالأثير، حتى لو البعض ادعى انه نوع من الدفاع عن النفس، لا يعني ابدا بدفاعك عن نفسك ان تؤذي نفوس الآخرين. استخدام لطيف الكلام حتى في السياسي، في الدبلوماسي، معروف عن انه بعض السياسيين بالفترة الأخيرة أثبتوا موجودية كبيرة كثير من خلال دقة انتقاء للكلمات. فالكلمة تعتبر خالقة. في البدء كانت الكلمة موجي، من بعد هاي الموجة الاهتزاز الذبذبي بصير فيه معلومة دي ان اي بيتجسد بخلية، انقسام خلوي بيعمل هذا الكون المتعدد اللي هو الجسد الإنساني بعد ما كان ذبذبي. إذن الكلمة عم بتأثر على الأثير، ففي فرق كبير كثير بين إنه نحكي حلو الكلام ولطيفه الكلام الحقيقي، وبين إنه نكون مع ما يسمى بحروف الزيف أو الكذب اللي عم بتكون سبب لدمار
كثير من المسارات الطاقية بالإنسان. لما بيكذب الإنسان صار عم يغذي شخصية وهمية، عم يحترق عنده بمسارات طاقية عميقة حبال من الطاقة إلى الأهمية الكبيرة ليستمر بالوجود كإنسان. عبقول كإنسان، ما عبقول كشخص ظاهر بالصورة الإنسانية. اللي بيراقب الكلام يعتبر تسيد على اللسان، ومن تسيد على لسانه حتما مراقب للفكر، فهو سيد الفكر، صار إنسان. إذن كل فرد يستخدم اللسان بطريق منحرف، إن كان بكلام بذيء باتجاه أذى أو هذر وهذيان، عم يخسر طاقة كبيرة كثير، وسترتد عليه سوء أفعاله من خلال خسارته للطاقة الحيوية، وعداد قدري عم يسجل عليه آثام بنسميها ذنوب عليه أن يكفر عنها. الكفارة عادة سيأتي من يتكلم عليك بالسوء، إن تكلمت بالسوء على الآخرين بوجههم أو بظهرهم. بتمنى أكون سلطت الضوء على أهمية للكلمة بحياتنا، ولو في كثير مجال للحكي هذا المقطع لعلي يكون بادرت خير إنه نغير من أقدارنا السيئة اللي عم نصنعها بكلماتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.